تجاوزت حدودك يا وقحة. انت شلون بتتجرأي تتطاولي على اسيادك وتهينيهم؟ اطلعي من جناحي. مو انا، انت اللي بتطلعي. رح انسى انك ضربتيني على وجهي يا سلطانة. اتنيناتنا نسوان وبعرف قديش عم تتوجعي، كتير زعلانة عليكي، خاصة وقت بيفضل جوزك الباشا وحدة بسيطة بالحرم لك على سلطانة مثلك. خلص حاجة قلة أدب يا هيام، روحي دوري على شو اللي خلاه يخونك. مو أنا اللي حطيت ألف ريال بطريق إبراهيم. الغريب بالموضوع يا سلطانة إنك أنت طول الفترة الماضية ما حسيتي على شي بنوب، وهو أخذ راحته على الآخر عشقان في ريال ورح يصير عندهم ولد عن قريب. هالشي مو صحيح، إبراهيم لساته إلي. ليش ما بدك تشوفي الحقيقة يا سلطانة؟ الباشا ما بقى يحبك مثل الأول، لهيك رح دور على وحدة تانية. خلص ما بقى إلك. أنا مستغربة كيف لساتك عم تقولي إنه الباشا لساته إلك. كيف بده يرجع لوحدة مثلك؟ إنك أنت طول الفترة الماضية ما حسيتي على شي بنوب، وهو أخذ راحته على الآخر عشقان في ريال ورح يصير عندهم ولد عن قريب. هالشي مو صحيح، إبراهيم لساته إلي. ليش ما بدك تشوفي الحقيقة يا سلطانة؟ الباشا ما بقى يحبك مثل الأول، لهيك رح دور على وحدة تانية. خلص ما بقى إلك. أنا مستغربة كيف لساتك عم تقولي إنه الباشا لساته إلك. كيف بده يرجع لوحدة مثلك؟ وحدة متسلطة. أصحي بقى، السبب يلي عم يخلي الباشا يضله معك هو بس مشان يحافظ على مركزه. لا مو صحيح يا هيا، هذا كله كذب بكذب. مفكرة بهالحكي إنك رح تجرحيني؟ أنت اللي أصحي يا هيام، لأنه من اليوم روحك رح تكون بين إيدي التنتين. هلأ بدك تقنعيني إنك رح تساوي يلي ما قدروا الكل إنه يساووه من قبلي، السلطانة الأم وإبراهيم باشا. خوفتيني كتير. أنا أكتر حدا فهمان عليك. انت بدك تتخلصي من ابراهيم، ما هيك؟ بعرف انه هاد اللي عم تخططي له، بس انا قررت اني ما اسمح لك بهالشي. انت شو قصدك؟ انا ما رح طلقه لابراهيم لانه خلص عفيت عنه. لكن انتو ما رح تطلقوا؟ نويت اني سامحه. شو يلي عم تحكي؟ مولاي مستحيل انه يقبل. مولاي قال لي انه هالشي بيخصني الي والقرار بيرجع لي. رح تنبسطوا كتير. ابراهيم باشا وست في ريال ومعكن الولد، رح تكونوا عيلة حلوة كتير ومثالية يا سلطان. سكري تمك هيام. لو إنك يا سلطانة سمعتي مني وخبيتي الخبر عن العالم وما فضحتي هالقصة وما خليتي حدا يعرف بشي، بس شوفي هلأ الموضوع انتشر وكرامتك صارت بالأراضي. سلطانة، يلي أصولها جارية يا هيام ما بتقدر إنه تحكي عن الكرامة. قلك شغلة سلطانة، يا ريت تروحي تعدي مع فريال، لأنه الواضح أنت بحاجة لدروس كتير بالحياة. قليلة تعلمي كيف خلته لجوزك يحبها وكيف خلته ينساكي ويتجرأ أنه يخونك يا سلطانة. هيام، بس ما فيك تروحي، ما هيك؟
وما فيك تطلعي بوشها، لأنه الولد اللي حاملته في ريال ببطنه هو دليل الخيانة يا سلطانة. حاسك بقى يا هيام. ناهد دوران، خليها تحكي. أنا مستحيل أتراجع عن قراري شو ما صار. بالمناسبة يا ريت تتركي الجناح بكرامتك أحسن ما مولاي السلطان يقلعك منه. إمتى رح يتركوني بحالي؟ والله ما كان ناقصني غير خديجة تهددني. سلطانة، يمكن نحن تسرعنا شوي، أكيد هلأ رح يضغطوا علينا ويتحججوا بالجناح. هلأ اتركنا من قصة الجناح سنبول. السلطانة خديجة قالت لي إنه بطلت تطلقوا لإبراهيم باشا. شو عم تحكي يا سلطانة؟ وهلأ شو بدنا نعمل؟ لازم ندور على شي حل. دستور جلالة السلطان سليمان. مولاي السلطان. اطلع على برا. انت ما بتعرفي القرار اللي اخده بخصوص هذا الجناح؟ سليمان جاوبيني، بتعرفيه؟ ايه بعرفه. شو هو هدفك هيام؟ احكي لشوف. شو بده يكون هدفي مولاي؟ انا انتقلت لهون مشان يرتاحوا الاولاد بس. صحيح حضرتك ما رضيت انه تنتقل ناهي الدوران لهون وقتها، لأنه السلطانة الأم كانت متوفية جديد وقتها. ما وافقت على هذا الشيء لسبب اتنيناتنا منعرفه كتير منيح يا هيام. يا ريت قبلت وقتها ونقلت غراضة لهون. ممنوع حدا يعيش فيه، هذا أمر مني. تطلع من الجناح فورا. مستحيل أطلع. ما بدك اتدخل بالجناح الخاص بنوب، مو هيك أمرتني؟ فلا تتدخل بالحرم لك. انت تجاوزت حدودك، نسيتي مين بيكون السلطان سليمان. اسمعني سليمان، إذا بتطالعني من هذا الجناح لازم تطالعني من كل الحرم لك. إذا كان الله معك. دستور هدول الأحسن لإلنا؟ طبعاً، جلالة السلطان بعد جابهم خصوصي مشاننا. أي حصاني؟ اخترنا لك الحصان الأبيض يا مولاتي السلطانة، بس إذا ما عجبك. بلا، حبيته. مولاتي، في إلك معي أمانة. أمانة شو؟ ومين اللي بعت هالمكتوب؟ اسكندر شلبي.
مولاتي السلطانة، بعد السلام والسؤال عن صحتك بهنيك بنصرك الجديد. اللي وصلك هاي الرسالة شخص بتقدري توثقي فيه تماما، رستم آغا واحد من تلاميذي وفيك تعتمدي عليه بأي شيء. رح يفيدك كتير بغيابي اللي ممكن يطول شوي. إذا في توجيهات وتوصيات جديدة رستم رح ينقلها بكل أمانة. احترامي لك مولاتي. رستم آغا؟ أمرك مولاتي السلطانة. أنت شو بتشتغل؟ مولاي السلطان كلفني برعاية خيولكم. معناته السلطان بيوثق فيك منيح لحتى كلفك بهي المهمة، وهذا شرف كبير إلي. وهالرسالة بتعرف شو مكتوب فيها ما هيك؟ اعتبريني يا مولاتي خادمكم الكتوم. كويس. مريم محمد يلا تفضلوا. أمي خليني أركب عليه شوي. مو وقتها هلأ يا مريم، يلا. مكنوا السرج منيح. دستور مولاتي السلطانة. رستم آغا خذ هي ووصلها لاسكندر شلبي. أمرك مولاتي السلطانة. دستور بتحبي جهز لك الخيل سلطانة؟ لا ما له لزوم، أنا أجيت بس مشان أتشكرك. أنا لازم كافئك يا رستم آغا. كوسر؟ مولاتي السلطانة. مسيك. هدية متواضعة مني إلك. أنا ممنون يا سلطانة. أنت بتستاهل أكتر يا رستم آغا. تأكد وضعك رح يصير أحسن وأحسن طول ما ولائك لمولاتك. أنا روحي فداكن. رستم آغا بعت المكتوب؟ إيه بعته طبعا، وأكيد رح يوصل لإسكندر شلبي بكرة بالكتير. منيح. رستم آغا. مولاي السلطان. خذ مريم ومحمد وخليهم يركبوا على الأحصنة. بأمرك مولاي. اجيت لهون مشان احكي معك. الموضوع منتهي يا ويام. انا عطيتك قلبي وروحي يا سليمان، وانت شايف هالجناح كتير علي وما بستاهله؟ المشكلة مو الجناح يا هويام. لو طلبتي مني كنت بنيت لك قصر. انت عصبت لاني ما اخدت رأيك. ايه مزبوط، الحق معك. انا ما كنت بقصد هينك مولاي. اذا انا طلعت من هذا الجناح هنن ما رح يرحموني. يمكن رح يتمسخروا علي ويشمتوا فيني. وليش ما حسبتيها قبل يا هويا؟
ارجع فكر. الله يخليك لا تطلعني من هالجناح. هالموضوع ما رح ناقشه، بتروحي على القصر وبتنفذي اللي طلبته. معقول تعمل هيك بمرتك وام ولادك مولاي؟ ما بدي اسمع ولا كلمه. تتركي الجناح فورا والا رح تتحملي نتائج عنادك. وشو مفكر تساوي؟ حتخليهم يطالعوني بالقوه ولا رح تخليهم يقلعوني؟ قلي شو رح تساوي؟ هو يا عم سكروا لي هالباب. سلطانة، أنا اهتميت بالبنات يلي لقيناهم بالطريق وجبناهم معنا على القصر لهون، وبعد شوي رح ندبر لهم مكان. لو شفتي قديش كان وضعهم سيء، والله هدول أوسخ بنات بشوفهم بحياتي يا سلطان. تركنا منهم. مولاي ما رضي إني أسكن هون وأمرني أرجع على جناحي فورا. معناتها خلينا نروح فورا. مستحيل سلطاننا، نحن مجبورين إنه ننفذ أوامر مولاي السلطان. سلطانة، شو في كوثر؟ خبروني إنه السلطانة خديجة رح تستنى الباشا ليرجع من حملته. هذا اللي كان ناقص. شو اللي عم يوجعك مريم حبيبتي؟ رجلي. مولاي هذا جرح بسيط كتير يا سلطانة. رستم أغا، شو الموضوع؟ أنت شو كنت عم بتساوي؟ جلالة السلطان، أنا كنت الحق مو علي يا بابا. لو رستم ما مسكني كنت وقعت من فوق الحصان، ونحن بالحديقة طلعت بوشنا حية وخوفت الحصاني. شكرا رستم أغا، لولاك كنت خسرت بنتي. العفو يا سلطانة، هذا واجبي. رستم أغا، اللي سويته شي كتير مهم وما رح أنسى لك يا مولاي السلطان. أنا عملت واجبي وبس. قلن خليهم يجهزوا العربية، رح نروح فورا. أمرك مولاي السلطان. يلا أمي، على مهلك. مريومة، يا حبيبة قلبي وروحي. مبسوطة يعني؟ طبعا مبسوطة. مولاي سمح لي إنه أبقى بجناح السلطانة الأم يا مريم. عن جد عم تحكي؟ طبعا عن جد. فيكي تطلبي مني شو ما بدك. أكيد شو ما بدي؟ بس ممنوع تطلبي تتجوزي بعلي بيك. مو زواج بس خطبة. مو وقتها هلأ، هالمواضيع لسه بكير عليها. أنا رح أوعدك وعد يا روح قلبي، رح تتجوزي الشخص يلي رح يخفق قلبك لإله. صدقيني يا روحي. اعتبره وعد؟ أي وعد. سليمان، شكرا لانك وافقت لي ابقى بالجناح. عرفت انك رح تعمل هيك مشان لا مو مشانك وياه، بس مشان بنتي مريم. انا بعتذر، انا فهمت الموضوع غلط. صار فيك تمشي. Thank you.
سلطانة، شو هاد؟ شو اللي عم بيصير؟ عفيفة خانهم اجت اليوم على القصر وعم بتعاقب كوثر وفاطمي لأنه مدوا إيديهم على بعض. تعرفي يا عفيفة خانهم؟ كان بدهم إياها من زمان، لأنه هدول التنتين قرفوني حياتي والله العظيم. أنتي قدها. غرفتي جاهزة يا سنبول؟ أو طبعاً. هلأ أمرتهم ينقلوا كل أغراضك عليها يا عفيفة خانهم. خلاص هيك بكفيهم من هلأ ورايح. لازم تحطوا عقلكم براسكم، وإلا هي الفلقة ما بتوفر حدا فيكن. الكل بده يلتزم بنظام الحرملك. مولاتي السلطانة. لكن انتي هي عفيفة خانو؟ مولاي السلطان حكالي كتير عنك واخيرا تعرفنا عليكي. شكرا لك سلطانة، الي الشرف شوفك. انا كنت حابة كتير اجي زورك قبل ما ابدا وظيفتي، بس للأسف اضطريت اني احل مشكلة بالحرملك قبل ما اجي لعندك. مو مشكلة. هلأ المهم انك اجيتي وشرفتي الحرملك. شلون كان الطريق؟ والله كان كتير متعب يا سلطانة، لأنه أنا ما بطلع من قصر ترابزون ومو متعودة على السفر. اليوم فيكي ترتاحي، قلت لهم يجهزوا لك غرفة خاصة، وإذا احتجتي لشي معين فوراً اطلبي. الله يديمك ويخليكي يا سلطانة. عفيفة خانم، الله أعلم شو حكوا لك عني لما إجيتي. أكيد قالوا لك إنه أنا مرة مو كويسة. أنا مستحيل أسمع لهيك سخافات يا سلطانة. يلي مولاي بحبها ومتعلق فيها أنا بحطها تاج على راسي. منيح، فيكي تمشي. نازلي. مولاتي السلطانة، السلطانة خديجة بعتت لنا هالمرة هدية، ونحن ما بصير نترك الهدية بدون مقابل. روحي قولي له لبرجم آغا خليه يحل مشكلة فريال فورا. مثل ما بدك مولاتي السلطانة. سلطانة، طمنتي على مريم ومحمد؟ ايه يا سلطانة، ومبسوطين كتير. اليوم حضرتك كتير حلوة. رح روح لعند جلالة السلطان، المفروض انهي هالزعل اللي بيناتنا. ليش مين في يوقف قدام هالجمال يا سلطانة؟ مستحيل حدا يقدر. متوقع يرجعني من الباب؟ اليوم الخميس يا سلطانة، ومتأكدة إنه رح يستقبلك. سليمان، أنا فكرت إنك ما رح تجي. ليش خير؟ في شي ويام؟ لا بس أنا حبيت شوفك، اشتقت كتير لقعدتك ولشوفتك. عندي شغل كتير اليوم. قريبا رح تروح ورح اشتاق لك يا مولاي. روحي على جناحك.
مولاتي، إذا بتحبي بكرة منطلع على الحديقة، خليهم يجهزوا لك الحصان. كوسار، تفضلي سلطانة. خليكي بعيدة عن رستم. سلطانة، أنا شفت كيف كانت نظراتك إله. أوعك تعرضي الزلمة للمشاكل يا كوسر. سلطانة، تعا سنبل. سلطانة، أنا سمعت شغلة قبل شوي، عفيفة خانم عم تحضر حفلة كبيرة لمولاي السلطان. كيف هيك وأنا ما عندي خبر بالموضوع؟ الحفلة بالجناح الخاص، أنا هيك سمعت يا مولاتي. عفيفة خانم بلشت تتحرك ضدي. Dime qué necesitas. Sultana, averigua quién es la mujer que fue con nuestro sultán. Si es así, habla. ¿Quién es? La sultana a ti se me amenazó. Si le digo, ella... Gulsa. Sultana, no se enfade. Yo solo estoy con usted. Nunca la traicionaré. ¿Quién es la mujer? La pusieron al servicio de la sultana Mariam. Así la protegieron. سلطانة، Gulsa. Dígame, Sultana. ¿Estás segura de que es esa mujer? Sí, Sultana. La esclava me dijo su nombre. Descúbrela y veamos quién es. Así que eres tú. Deja de gastar tus lágrimas. ¿Cuál es su nombre? Nadia. Es una de las mujeres que usted rescató cuando nos dirigíamos al palacio de casa. ¿Una de ellas? Sí. Entonces, con mis propias manos, puse a la serpiente en el harén. Esta mujer no es tan bella. No entiendo cómo nuestro señor le dio el pañuelo morado. Sumbul, da lo mismo la mujer. Nuestro señor solo quería castigarme. Sultana, ¿qué haremos ahora? Sultana, no dijo nada. Encárguense. Mi sultana, no nos apresuremos. Esperemos a que nuestro señor se vaya de campaña. La suerte está echada, Sumbul. Que sea una lección al mundo. Esma, ¿qué pasó? Tiene dolores nuevamente, sultana. No ha podido dormir. ¿Por qué no llamaste al doctor?
¿Desde cuándo está llorando? Ya les avisé, sultana. En un rato vendrán. No esperes más. Tráelos inmediatamente. Jihan, querido hijo, tranquilo. Que tome una cucharada más de esto en la mañana. Bien. Mi sultana, te puedes retirar. Tómalo. Sultana. ¿Qué sucedió? ¿Se encargaron del asunto? Están al tanto, sultana. La señorita Afife dio vuelta al harén. Nos atrapó antes de sacar a la mujer. Pero ella tenía tanto miedo que no dijo nada. Gulsa, por favor, eso no es suficiente. Al menos ya sabemos quién es. Fuera de aquí. Que no te vean merodeando.